طيب محمد العنزي، اليوم ابو بدر النصر استحق نقاط المباراه بامانه. انا توقعت انه بعد الديربي يكون فيه دروب في الفريق. شوط اول بس واضح انه كان في شغل اداري زين، يعني صح اشتغلوا على الفريق بعد المباراه. الشغل الاداري متراكم، والشغل الاداري ايضا في الديربي كان في تحضير عالي جدا وكان في تحفيز عالي جدا. صدقني ابو بدر، يعني لو فاز النصر ولو تفتح باب الشيطان، لكن لو فاز النصر في مباراة الديربي لا الحين في قلبه كي طيب. هو احنا نتحدث، ما نتحدث بشكل منفصل، هذا فريق كتلة واحدة ناخذه في مباراة من جولة إلى جولة، فما فينا نفصل الجولة السابقة عن الجولة الحالية. مرتبطين ببعض يعني، مرتبطين ببعض، وهذا الحقيقة. فأنا أقول لك لو فاز النصر في مباراة الديربي لخرج الجميع، الإدارة والتحضير والتحفيز وكذا. هذا الموضوع أنا مؤمن تماما أنه إدارة النصر قاعدة تتعامل بشكل جدا احترافي مع الفريق، قاعدة تقود الفريق إلى بر الأمان. صحيح ربما ما توفق في, 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 في الحصول على الدوري في هذا الموسم، ولكن أنا متأكد أنه على المدى البعيد النصر في أمان. بالعودة على المباراة، كانت هناك سيطرة عالية جدا الشوط الأول، ولكنها سيطرة سلبية. في الدقيقة 46 بالوقت البدل الضايع من الشوط الأول كانت ركلة جزاء للكابتن أحمد موسى، وأتمنى أن الكابتن القدير فهد المرداسي يتناولها، كانت ربما حتغير مجرى المباراة من الشوط الأول. النصر اليوم مثل ما الجمهور ينتقد أحمد موسى بكثرة، يجب أن يعطى هذا اللاعب حقه. صحيح هو عنده الكنترول غريب، يعني الفرص اللي ممكن انه يسدد يمرر، والفرص اللي ممكن يمرر يسدد بطريقه غريبه من احمد موسى، ولكن هذا اللاعب مهم ووجوده مهم. يعني الشوط الاول هو تسبب في انه اثنين من المدافعين ابها يتحصلون على بطاقه صفراء، فهذا سبب ضغط على الدفاع الابهاوي. ايضا هو استطاع ان يتسبب في ركله جزاء وطرد، تغيرت مجرى المباراة تماما. أيضا توج مجهوده بتحقيق هدف جميل جدا، كان بأمانة تمريرة ذكية جدا من الشاب الموهوب خالد الغنام، اللي أنا طلبت في، ويمكن أبو أحمد يتذكر معاك أن المباراة الديربي طلبت يقول سلطان ما صار. لا صحيح، يقول أنت تتألف عليه. لا موجود، ما علي. أنا وسلطان نتفاهم، اسمعها من سلطان. أنت صحيح يا ولا ما صحيح، بدر وهي تعمر، بس أنت يا ساتر يا أخ يا أخي، كل مضطهدني اليوم. يلا كمل. كان الله في عونك. المهم انه انا طلبت في الديربي، كنت اطالب انه خالد الغنام هي غلطة فيتوريا الوحيدة في مباراة الديربي، كان هذا وجوده مكان يحيى الشهري كان حيسبب فرق كبير في مستوى الفريق. يحيى الشهري المباراة الماضية، احنا ما نقصوا على الكابتن يحيى، كابتن كبير وقدير ولاعب منتخب سعودي، لكن انه كان نقطة ضعف واضحة، حتى انه لعيبة الهلال كانوا يطمعون في الحصول على الكرة لما تجي بيحيى، يعني لا هو القائم في الدور الدفاعي، وايضا عنده مشاكل في الجانب الهجومي. النصر حقق المتوقع وهي النقاط الثلاث، فنقول مبروك هارد لك للفريق الابهاوي اللي قاعد يقدم نفسه في هذا الموسم بطريقه جميله جدا، عمل جميل جدا في هذا النادي. نتمنى ان يستمر، وان شاء الله باذن الله انه، يعني انت تتكلم عن الفتح اليوم، لو كملها كان حلاوه. لا الجولات الجايه حتفرق. الان انا اتوقع ابو بدر انه الناس كلها حتتابع الجولات القادمه. صحيح. بس للهبوط. صحيح. لانه بامانه مولع جدا، وهذا غريبه وعلى غير العاده يعني. طيب الان احنا لو شفنا الترتيب، لاحظت اليوم فوز النصر على ابها منح النصر ايضا مساحة انه يتنافس على الاول يتفاخذ الثاني، يعني الفرق بين الثاني والثالث شوية، الفجوة لا زالت مستمرة 5 نقاط، كان الاهلي قاعد يقرب من النصر. النصر تعثر هذا المساء، كان ربما كانت فرصة انه ضغط كبير عليه انه الاهلي ربما ينافس على الوصافة، لكن النصر شوي صارت اصعب شوية.
إلى حد ما ما في شيء صعب بكرة القدم. حتى الهلال رغم أني أقول لك بشبه مؤكد أنه هو بطل الدوري، صعب أنه الهلال حيخسر 4 جولات قادمة أو يفرط في 4 جولات قادمة، وصعب جدا أن النصر سيكسب كل الجولات القادمة. فرغم ذلك أقول لك ما في شيء يعني مستحيل في كرة القدم. هذه أمنية ولا توقع؟ لا شوف أبو بدر، مشكلة الكثير أنه لما أطرح أراء هو أو أحد الزملاء هو خلاص يشوف وش ميوله، فبالتالي يصبغ هذا الرأي بأنها عاطفة وهي واقع. الله. يعني أنا أعوذ بالله من كلمتين، في مباراة الديربي انتقدت حكم اللقاء بشكل واضح وصريح، وأيدني الكابتن سمير عثمان. اليوم أنا قبل لا يتحدث الكابتن سمير عثمان رغم أنه الهلال فائز أيضا أشدت بحكم اللقاء، رغم فيه 3 ضربات جزاء احتسبت في المباراة، لكن كانت إدارة المباراة لا عليها غبار. طيب فحنا نتحدث وفقا للعقل ما هو عاطفة يا أبو بدر.